مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. إليكم آخر تطورات الإعصار دوريان وحركة هذا الإعصار الذي كان يتمركز قبل 4 أيام إلى الغرب من جزر البهاما وكان يصنف من الدرجة الرابعة، لكن قبل 3 أيام وقبل يومين كان يصنف من الدرجة الخامسة، وهي أعلى درجة تصنيف في مقياس سفير سيمسون لمعرفة قوة وأثر الأعاصير التدميرية، وبقي يومين فوق جزر البهاما وكان تأثيره كبير جدا ومدمر فوق هذه الجزر. استمر في حركته باتجاه الغرب والشمال الغربي، لكن كانت حركته بطيئة. يوم أمس كان تصنيفه من الدرجة الثالثة، أي قلت سرعة الرياح وازدادت قيم الضغط الجوي في مركزه. واليوم الأربعاء استمر في حركته باتجاه الشمال والشمال الغربي، وكان تأثيره يوم أمس واليوم حول أو أثر على شواطئ فلوريدا الشرقية، وكان من الدرجة الثانية. ومعنى من الدرجة الثانية أي الضغط الجوي في مركز هذا الإعصار كان حوالي 964 ميلي بار، بينما يوم أمس كان بحدود 952 ميلي بار. سرعة الرياح اليوم بلغت بحدود 90 عقدي، أي بحدود 160 كيلومتر في الساعة، بينما كانت يوم أمس حوالي 190 كيلومتر في الساعة. درجة تصنيف هذا الإعصار مساء هذا اليوم هو إعصار من الدرجة الثانية، أي ذات قيم ضغط جوي أعلى وسرعة رياح أقل. وموقع الحالة أو هذا الإعصار الآن هو موجود عند خط عرض 29.5 درجة شمالا، وعند خط طول حوالي 79.6 غربا. هذا الإعصار يستمر في حركته باتجاه الشمال والشمال الغربي وبسرعة 13 كيلومتر بالساعة. يوم أمس كانت سرعته بطيئة، كان تقريبا يراوح مكانه، ثم أسرع وأصبح يتحرك بسرعة حوالي ما بين 1 إلى 3 كيلومتر في الساعة. اليوم صار أسرع باتجاه الشمال وأصبحت سرعته بحدود 13 كيلومتر في الساعة. نتوقع أن يستمر أيضا في حركته باتجاه الشمال والشمال الغربي ليؤثر على جنوب ولاية جورجيا والشواطئ جورجيا، ومن ثم شواطئ كارولينا الجنوبية. يوم الخميس بيكون بالدرجة الثانية، وأيضا يوم الخميس والجمعة يقترب من سواحل كارولينا الشمالية. صحيح راح يكون من تصنيفه من الدرجة الثانية والأولى، لكن سوف تصاحب رياح شديدة السرعة وقوية، بتكون بحدود بين 130 إلى 140 كيلومتر في الساعة، وأيضا يصاحب هطول زخات رعدية من المطر وأمطار غزيرة ينتج عنها فيضانات في معظم المناطق الشواطئ أمريكا من هذه الولايات، سواء ولاية جورجيا، كارولينا الجنوبية وكارولينا الشمالية، وأيضا جنوب ولاية فرجينيا وقسم من ولاية بنسلفانيا لاحقا. ويواصل حركة يوم السبت أيضا باتجاه الشمال ليصنف من الدرجة الأولى. من الدرجة الأولى بتكون سرعة الرياح بحدود ما بين 115 إلى 120 كيلومتر في الساعة، وبتكون قيم الضغط الجوي في مركزه ارتفعت ووصلت بحدود ما بين 970 إلى 980 ميلي بار. وأيضا يواصل يوم السبت حركته باتجاه الشمال، بيكون من التصنيف الدرجة الأولى، وأيضا يتابع حركته إلى الشمال في المحيط الأطلسي. المخاطر اللي قد يسببها هذا الإعصار: رياح قوية سرعتها 160 كيلومتر في الساعة الآن، تسبب بعض الأضرار بشبكات الطاقة والاتصالات. أيضا أهم شيء ينتج عن هذا الإعصار هي الأمطار الغزيرة وارتفاع منسوب المياه وحدوث الفيضانات. منسوب المياه سيرتفع على الشواطئ بحدود 5 إلى 7 متر، بينما بالقرب من عين الإعصار في المحيط الأطلسي سترتفع الأمواج بحدود حوالي 13 متر تقريبا. إذن هذا الإعصار مخاطر الآن تقتصر بالرياح، صحيح هي أقل سرعة لكنها رياح شديدة تعتبر،
أيضا غزارة الأمطار اللي ينتج عنها فيضانات، وأيضا ارتفاع منسوب المياه. أعزائي المشاهدين، نتمنى للجميع السلامة، ولكم تحية.